اسف جدا جدا. انا بس كان لازم اطمن عليكي، كنت خايف جدا ان يكون جرالك حاجه. لا انا كويسه، قصدي يعني نظريا كويسه. انا اسفه اني قفلت موبايلي، بس كان في عندي اخبار مش حلوه وما كنتش عايزه احبطك بيها. ما كان شايفة اني اكلمك واقول لك ان انا هخذلك وانت دلوقتي محتاج لي اقف جنبك ويساندك. انا اسفه، نفسي اقول لك اتفضل بس مش هينفع، انت عارف. طبعا انا لا انا خلاص، انا بس كنت عايزه اطمن عليك وخلاص. ولو انك انت بكلامك ده قلقتيني، بس ملحوقه كلميني بقى على التليفون وقولي لي التفاصيل وما تقلقيش عليا، انا قلبي حديد. طيب صباح الخير. طب بقول ايه، بما ان انا يعني اتهورت خلاص وجيت في وقت مش مناسب وكسرت حاجز العيب وطبعا كده خليت البواب يفهمك غلط، فانا رايي ان احنا نصلح للبواب الفهم الغلط ده فورا. ازاي يعني؟ هستناكي تحت وانت غيري هدومك وانزلي لي عشان اشوفك شويه، عشان يعني نشوف القاهره. حلوه القاهره في الوقت ده، بتبقى كده لطيفه، ما شفناهاش كده من ساعه ايام من ساعه ما كنا في الفرح. طيب انا موافقه، مش عشان انا نفسي اشوفك ولا عشان نفسي اتكلم معاك واسمعك ولا عشان انت وحشني موت وكنت هتجنن واسمع صوتك، عشان بس البواب ما يفهمنيش غلط. ايوه بالظبط، افرق معايا قوي صورتي قدام البواب. استنى. طب والله عارفة هتقول ايه اول ما تبطل ضحك؟ هتقول الكلمتين بتوع امي، جبناك يا عبد المعين لحتة عين، لقيناك يا عبد المعين بدك مين يا عينك. يا سلام، فجأة لغات كده. لا معقولة برضو انا اقول كده؟ اعوذ بالله. انا المفروض ان انا اواسيكي مش هقطمك. والله كتر خيرك يا سيدي. ايه طب مش هتقول انت بتضحك ليه في ايه تاني والنبي؟ والله ما عارف، انا مش عارف بضحك ليه، انا حاسس ان احنا اتضحك علينا، او علشان ابقى دقيق انا شخصيا حاسس ان انا اتضحك عليا. بصراحه بقالي 30 سنه وانا بجري ورا القطر وعندي امل كبير ان انا هلحقه، فجاه القطر داس بنزين وقلع طار وسابني لوحدي بقى في وسط الصحراء زي اللهبل كده، نفسي مقطوع من الجري وانا اصلا عندي الجيوب الانفيه زي ما انت فاهمه، عضلاتي طبعا مكسره، تخنان مش عارف اخس، مش عارف اعمل رجيم لمده اسبوع، مطلق مش عارف اشوف ولادي في الوقت اللي انا عايزه، عليا اقساط، حتى الحاجات اللي كنت بموت فيها بقت عبء فظيع عليا. فاكر لما قلت لك انا اصلا راجع من الجيم وحاسس بانتعاش وكده؟ فاكره؟ فاكره. اربع ايام بعدها ظهر وركب. ظاهر يا داليا والله اعلم ان انا ابتديت اعجز، بس كالعاده صعب جدا ان انا اعترف. انا كده هبتدي اقلق عليك، حاسه انك هتعمل زي ما بيحصل في الافلام العربي لما يفيد بالبطل من كتر اللي بيشوفه يبتدي يقول كلام غريب ويضحك بصوت عالي. وبعد كده يبرق ويكشر ويقعد يعيط وينكش اللي فاضل من شعره ويقلع ملط في الشارع. ايه؟ خفتي مني ولا ايه؟ الله، انت قلقانه بجد بقى؟ انا قلقانه عليك مش منك. لا ما تقلقيش عليا. الجنان ده طرف رفاهيه انا ما اقدرش عليها. بس عشان ابقى صريح معاكي، ممكن جدا ان انا اتجنن لو معرفتش احل القضيه دي بالذات. تفتكر القضيه دي هتتحل اصلا؟ هتتحل؟ يعني لو انت قبضت على قتل صافي، تفتكر بكده تكون القضيه اتحلت؟ يا سلام يا اولاد، النظريه بتاعت علي القاضي وشريف راس الخيال اللي ماشيه دلوقتي في البلد
نظرية مفيش فايدة وانت كمان هتبقي من أتباعها ومريديها. ماشي يا ستي، انت دلوقتي سيبتي الجورنال لصلاح عز بعد ما لعنتي سنسافيل اللي خلفوه. تمام، حلو قوي. المفروض بقى أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ أقدم استقالتي وأقعد على القهوة ألعن الظروف وأشتم في الناس وهما دايرين يقطعوا في بعض، ولا أعمل اللي أقدر عليه؟ جايز النهاردة يكون نديم كمال فلت من إيدي، مش مشكلة، بس بكرة أكيد مصيره هيقع. طبعًا لما يغلط في حد أكبر منه ويجي عليه الدور إنه يقع. ومال؟ ومال؟ المهم إنه هيجي يوم وهيدفع ثمن كل المصايب والجرائم اللي عملها قبل كده. مش ممكن أبدا نديم كمال يفضل يكسب على طول، وصلاح عز كمان مش هيفضل أبدا يكسب على طول. بصي، هي دي سنة الحياة، وده دلوقتي الشيء اللي أنا بقيت متأكد منه. عارف يا حسن، أنا صحيح طلعت من الحرب دي مهزومة، مع إني حاربت فيها بكل طاقتي وأسلحتي ودفعت للآخر عن كل الحاجات اللي أنا كنت مؤمنة بيها، بس الغريب إن أنا مش متضايقة خالص، بالعكس أنا حاسة نفسي خفيفة قوي، زي الريشة، زي ما يكون في حمل تقيل وتشال من عني. أنا دلوقتي بقيت أقدر أقول كل الحاجات اللي أنا عايزة أقولها من غير ما أعمل حساب لحد، إن شاء الله حتى أكتبه في المدونة عندي. والأهم من كل ده إن أنا مش حاسة نفسي خسرانة، بالعكس الحرب دي خلتني أكسبك. الحاجة الوحيدة اللي أنا بقيت متأكدة منها دلوقتي إن أنا بحبك. طب معلش، ممكن كمان تقوليها بالسوري على أساس إن أنت نص مصري ونص سوري، فيبقى أنت وانتش غير نص كده. داليا 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 داليا، طب عشان خاطري، عشان داليا 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 داليا، خلاص داليا. طب لحظة بس، طب أنا آسف أنا آسف أنا آسف، هفهمك بس. أنا عمري في حياتي ما حد وجع قلبي وهو بيعيط غير ولادي. اليوم اللي أنا جيت لك فيه الجورنال وضايقتك ونزلتي قعدتي تعيطي في الشارع في العربية، قلبي اتوجع قوي، ما بقتش فاهم، حسيت بيكي بشكل غريب لدرجة خوفتني. قلت لنفسي لا، أنا لازم أعمل وقفة في الموضوع ده. حاولت إن أنا أبعد عنك وما قدرتش، قعدت أقول لنفسي كل الحاجات اللي تبعدني عنك. ظروفنا مختلفة، هي ما اتجوزتش قبل كده وأنا عندي عيال، فرق السن كبير، فرق الطول برضو. بصي، أنا كنت مرعوب إن أنا أتنيل أحبك. أتنيل أحبك؟ في حد يقول كده بس؟ طب أنا أعمل فيك إيه دلوقتي؟ طب أنا لو قرصتك كده يبقى اسمها اعتداء على ضابط أثناء تأدية عمله؟ يا ستي، يا الجرايم والمصايب هنا حوالينا ما جاتش يعني على قرصة لطيفة. إيه؟ كان نفسي أجي معاك النهاردة وأنت بتطمن على علي وشوفي. يا ريت، بس تخيلي بقى لو كان ده حصل كنت أنا وأنتي هنحتاج اللي يطمن علينا. شفتي مامتهم؟ قوة قتل ثلاثية، صح؟ عارفة أنا عملت إيه بقى فيها وأنا نازل؟ قلت لها إن أنا وأنتي هنتجوز قريب وإن إحنا عازمينها على حفلة عدية. إيه ده، أنت عملت كده بجد؟ آه طبعًا، عشان تعرفي بس اللي في القلب في القلب، مش لازم يعني أسبسب وأسبل وأقول لك فجأة. حياة حياة شفت بقى ميزة البطالة؟ أنا هروح أنام للظهر وأنت هتطبق كمان ليلة عشان تطبق العدالة. لا والله، ده انت فرحانه فيا بقى.
لا انا دلوقتي اطلع على المكتب اضلمه وانام لي ساعتين ثلاثه واقوم جن مصور. هتعمل ايه في اليوم بتاعك؟ والله حاجات كتيره ومش عارفه هلحق ازاي. ولا حاجه طبعا، هقعد في البيت هفكر فيك وادعيلك. انا بصراحه سمعت كتير عن واحده تتجوز فتقعد في البيت، لكن تحب فتقعد في البيت دي جديده عليا بصراحه. ما انا مش هقعد من غير شغل، انا هكتب بس المره دي في المدونه بتاعتي، مني للنتبع لا رؤساء تحرير ولا حسابات ولا اعلانات. بس خلي بالك من موضوع المدونه، يعني خليكي حذره من الناحيه القانونيه، المدونات دي بقت عليها العين دلوقتي مش زي الاول. مش هيبقى لطيف برضه متهيألي ان انا استلم البيبي من سجن القناطر ده باعتبار ما سيكون. يعني بقول لك ايه، انا انسان حر ومستقل، واللي هكتبه في المدونه بتاعتي ده مني لضميري. ماشي. انا اللي جبته لنفسي، انا عارف ده، انا لسه ما خلصتش من الاثر الطيب لمقالات السيد الوالد. ارحمنا يا رب. ما تقلقش، انا اللي هكتبه النهارده مش هيعمل اي مشاكل، انت بس ما تتخضش لما تقرا وتلاقيني اعلنت عليك الحب. للاسف كل واحد لازم يروح. باي.